السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. عنواننا اليوم مناكير النرد، والنرد عبارة عن مكعب أبيض اللون وعلى كل وجه رقم من 1 إلى 6. جهزنا الأظافر باللون الأبيض، طبعا مثل كل مرة يجب أنه نبدأ بطبقة البيسكوت ومن ثم نضع طبقة الطلاء الأبيض. طبعا في هذا النوع من المناكير احنا نفضل أن نضع أكثر من طبقة من اللون الأبيض حتى يصبح سميك وواضح. طبعا النرد بدنا نبلش بعملية التنقيط حتى نحصل على مناكير النرد، وحنستخدم أداة التنقيط أو ما يسمى بالأداة التنقيط. هي أداة ذات رأس دائري وتأتي بأحجام مختلفة، ممكن يكون حجم كبير وتتدرج إلى الأحجام الصغيرة. طبعا هون في عنا رأسين ظاهرين، إحنا اليوم حنستخدم لمناكيرنا الرأس الدائري الكبير. حنبدأ بعملية وضع المناكير الأسود في الصحن المخصص. طبعا حنضع كمية مش كبيرة كتير ولا قليلة، طبعا الهدف انه لو وضعنا كميات كبيرة قد تجف قبل ما نكون انهينا العمل، فلذلك نضع كميات قليلة ومنزيدها حسب الحاجة. هلأ حنقوم بعملية تغطيس رأس أداة التنقيط، ويجب ان يكون التغطيس كامل حتى نحصل على نقطة كبيرة. حنبدأ من الأظفر الأخير، حنحط نقطة في المنتصف. بإمكاننا طبعا نعدل النقطة الملائم. حنبدأ على الأظفر الآخر، حنضع نقطتين ومن ثم حنحط 3 نقاط. والآن حنأتي إلى 4 نقاط. نترك التصميم حتى يجف بشكل جيد. بعد ما جف المناكير وكالعادة بنضع طبقة من المناكير الشفاف حتى نحمي التصميم ونحافظ عليه. نتمنى أن يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.